بسم الله الرحمن الرحيم. named e i g r b. تمام. اخر حاجه بقى في الاي اي جي ار بي اللي هو مين النيمد اي اي جي ار بي. ايه الفكره بتاعته؟ كان عندي شويه مشاكل اساسا في الكلاسيك اي اي جي ار بي. اول مشكله عندي ان اصلا معادله المترك بتاعتي، تعالوا كده نحسبها مع بعض. المترك كان كام؟ 256 في كام؟ 10 اس 7 على المينيمم باندويث، كل ده بلس سميشن للديلي على 10. تمام. انا هنجلكت دلوقتي السميشن للديلي على 10، هفترض مثلا ان انا خليتكم تلكي بتاعته بزيرو عشان نطير الديلي. تمام. فنكتفي بس دلوقتي بالجزء ده وهقول لكم ليه. لو انا بتكلم بقى دلوقتي ان نوع الانترفيس بتاعي على سبيل المثال نوعه جيج اثرنت، يبقى المترك هيبقى كام؟ 256 في 10 باور 7 على المينيمم باندويث احنا اتفقنا بكام؟ 1 جيج. 1 جيج يعني ايه؟ ايوه 1000 كيلو، صح؟ لان احنا متفقين مع بعض ان المعادله اصلا بيقبلها مني بايه؟ بالكيلو. تعالوا نحسب بقى المعادله دي. 10 اس 7 ودي كده 10 اس كام؟ 6، صح؟ يبقى معنى كده انه هيديني 10، يبقى 256 في 10 يعني هيديني الرقم ده. تمام. طيب الرقم اللي بعديه، لو انا بتكلم دلوقتي ان المترك بتاعي، المترك بتاعي 256 في 10 اس 7 على المينيمم باندويث، ده دلوقتي انا بتكلم، تعالى اكتبها لكم الاول عشان ما تتلخبطوش، هنا انا بتكلم في ايه؟ الجيج اثر نت. تمام. انما هنا بتكلم على مين؟ ال 10 جيج اثر نت. يبقى معنى كده قلنا تاني ان المترك هنا هيديني كام؟ 10 بس جيجا، يبقى اضرب في كام؟ 1000، صح؟ و1000 كمان عشان يديهولي بايه؟ بالكيلو. تمام. دي 10 اس كام؟ 7. ودي 10 اس كام؟ 7. 7 برضو، 2 3 4 5 6 7، صح؟ 10 7 10 7 يبقى هديني 256. طب لو بنتكلم عن ال 10 جيج او اس 100 جيج اثرنت يبقى هديني كام؟ 256. واحدة واحدة بس. 10 باور 7 على 100 1000 1000 ده هيديني كام؟ 25. طيب 256 في كام؟ 10 اس 7 على 10 اس 8 يعني كسر، اتقل بس؟ لا، ونص ايه اتقل. تمام. المفترض ان هو هيديني ايه؟ كسر. ما ينفعش كسور زي ما قلنا قبل كده اساسا في الراوتنج بروتوكولز، لا ريب ولا او اس اف ولا اي او جي ار بي، ما ينفعش اصلا ان انت تحط لي هنا كسور، وبالتالي هيعتبره اقرب رقم اللي هو برده واحد، اللي هو برده ايه؟ واحد. ما هو 10 اس 7 على 10 اس 8 اقرب واحد ايه؟ اقرب رقم صحيح ايه هو؟ واحد. تمام. يبقى برده هيديني كام؟ 256. يبقى معنى كده ان مشكله البروتوكول الاولانيه، مشكله بروتوكول الاي او جي ار بي، انه ابتداء من 10 جيج ما بيقدرش ان هو يدفرنشيت ما بين السرعات الاعلى، زي ما كان حصل معانا في الاو اس بي اف وعدلناه عن طريق ان انا لعبت في المعادله بتاعه الداش كسترا، صح؟ تمام. يبقى تاني اول مشكله عندي في النيمد اي او جي في الكلاسيك، اسفه، اي او جي ار بي، ان المفترض ان ابتداء من 10 جيج ما بيقدرش ان هو يفرق ما بين السرعات المختلفه، وبالتالي هيتعامل مع كل الانترفيس سواء 10 جيج او 100 جيج كانهم نفس السرعه، صح؟ النيمد اي او جي ار بي حل لي بقى المشكله دي. النمد ايه؟ اي او جي ار بي حل لي المشكله دي ازاي؟ ابسط حاجه ان المعادله ذات نفسها لعب فيها ازاي؟ ان المترك بتاعي خلاه 65536، يبقى اول حاجه ان الفاليو اللي في الاول اتغيرت. تمام. هي المعادله كانت بتاعتي ايه هي؟ 10 باور 7 على المينيمم باندويث. تمام. الباندويث سموه بقى هنا ثروبوت، ثلاث مسميات بس مش اكتر، بلس سميشن للديلي على 10، يبقى ليتنسي على 10. تمام. طب معنى كده ان الحاجه الوحيده اللي فرقت معايا هو اصلا الرقم بتاع اللي هو الريفرنس اللي انا يعني بضربه في الاول ده؟ لا، في فرق كمان. ايه هو؟ المعادله ذات نفسها اساسا اختلفت، بقى فيها كمان قيمه كي 6. احنا كان عندنا كام قيمه كي؟ خمس قيم للكي، الكي فاليوز كانوا عنده 5، صح؟ تمام؟ لا، بالنسبة للمعادلة الجديدة بقى كي 6، بس الديفولت بتاعها بزيرو، الديفولت بتاعها بزيرو، تمام؟
هيفرق معايا في حاجه هم اساسا عاملينها للفيوتشر يوز، لان هم ناويين ان هم يدخلوا اساسا في المعادله بتاعتي قيم الجتر. قيم ايه الجتر؟ فاكرين الجتر؟ نقولها بسرعه عشان امير حاضر. الا المنافع يا جدعان، الا المنافع. تمام. طيب ايه الحوار بقى بتاع الجتر ده؟ بصي يا امير بسرعه كده، عندي فرق ما بين ديلي وجتر. تمام. ديلي معناه يعني ديلي ثابت، تغيير ثابت او اسفه تاخير ثابت. ضربت لهم اكزامبل قبل كده في الان اي بايه، لو انا كل محاضره باجي متاخر ربع ساعه، كل مره هاجي متاخره ربع ساعه، كلكم هتظبطوا اموركم على الربع ساعه دي. تمام. لكن جيتر معناه تغيير في الديلي، بمعنى اول محاضره جيت متاخره ربع ساعه، المره اللي بعديها جيت متاخره ساعه، المره اللي بعديها جيت متاخره خمس دقائق، حد فيكم هيقدر يظبط اموره على اموري؟ فده اسمه ايه؟ جيتر. تمام. فهم عاملين في حساباتهم ان المعادله الجديده ممكن يدخلوا فيها معادله الجتر، وبالتالي حطوا عندي قيمه اساسا للفيوتشر يوز اللي هي الكي 6، لكن الديفولت بتاعها بزيرو. الديفولت بتاعها ايه؟ بزيرو. معادله برضو طويله عريضه. تمام. فيها قيم الكي، لكن دي النتيجه النهائيه لما خلى كي 1 وكي 3 بيساوي 1، وكي 2 وكي 4 وكي 5 وكي 6 بيساوي زيرو. فدي النتيجه النهائيه. وضحت كده؟ تمام. تعالوا الاول كده بقى نقوم بروتوكول الاي اي جي ار بي اساسا، او نحط اساس الاي دي هات، واقول لكم كمان مشكله النيم اي اي جي ار بي حلها لي. تمام. عليكم السلام. تعالوا نحط بس كده الاول الاي دي هات على التوبولوجي ده. تمام. انترفيس بس 0 على 0، هديله اي بي ادرس كام؟ شوت داون. والانترفيس الثاني لوب باك 1. تمام. بالنسبه لار 2 فاست 1 اوفر 0 اي بي ادرس. تمام. طيب عندي مشكله كمان اساسا في الكلاسيك اي او جي ار بي. ايه هي؟ هو لو انا عايزه اقوم اوثنتيكيشن في الاي او جي ار بي كنت بعمل ايه؟ الامر بتاعي كان ايه؟ انا نسيته. بعد اللي تشيني دينا كان الامر اي بي اي او جي ار بي تقريبا، واستخدم لا ده ميدي ايرور. كان الامر بتاعي، لا انا فاكراه يا لماضه، فاكراه بس بستهبل. ايه؟ بصوا كده اي بي اوثنتيكيشن، والاول احدد الكي تشين وبعد كده اقول له اي اي جي ار بي. تمام. والمود نفس الكلام. طيب عايزه اقوم سمرايزيشن، كان الامر بتاعي ايه؟ اي بي تقريبا سمري ادرس تقريبا. طب حبيت ان انا اغير الهيلو انترفال والهولد تايم، كان الامر بتاعي اي بي هيلو انترفال. تمام. بمعنى ايه؟ اقصد ايه؟ ان دلوقتي في ميزه قويه جدا عندي في بروتوكول الاو اس بي اف، ان اصلا لو نسيت الاوامر بتاعتي هقول له اي بي او اس بي اف واستخدم الهيلب. تمام. هيجمع لي كل الاوامر اللي ريليتد بالاو اس بي اف دي كده اللي قدامكم، الليسته بتاعت الاوامر اللي ريليتد بمين؟ بالاو اس بي اف. مشكلتي مع الاي اي جي ار بي انه مش بيكتبه لي في اول الجمله، بيكتبه لي فين؟ في النص، في الاخر كده قرب الاخر. تمام. وبالتالي انا لو نسيت الامر هلبس الحيطه. هو الامر كان ايه؟ ما احنا قلنا تاني لو قلت له هنا اي بي اي او جي ار بي واستخدمت الهيلب، ما جمعش اللي هي الاوامر. تمام. وحطها كده في جنب ايه؟ اي او جي ار بي. واضحه المشكله الثانيه اللي انا واقع فيها؟ تمام. ده برضو اتحل فين؟ في النيم اي او جي ار بي. هقول لكم دلوقتي الطريقه ازاي باذن الله. تمام. حاجه كمان، ان في الكلاسيك اي او جي ار بي الليتنسي كان بكام؟ او قمته بايه يعني؟ بالمايكرو سكند. هنا بقى بالنانو سكند. بقى ايه يا شباب؟ بالنانو سكند. واضح الفرق؟ ازاي بقى بتقوم النيمد اي او جي ار بي، وتعرف ازاي ان الاوبريتنج سيستم بتاعك بيسبورت نيمد ولا لا؟ هتيجي بقى هنا كده جوه الكونفيجريشن مود، احنا هنقومه دلوقتي نيمد اي او جي ار بي. تمام. هقول له راوتر اي او جي ار بي، لو استخدمت الهيلب ايام اي او اس 12.4 كان ما بيدينيش اوبشن الا ده بس، وساعتها تبقى انت عارف ان الاوبريتنج سيستم بتاعك مش بيسبورت الا الكلاسيك بس. ابتداء من فيرجن 15 بقى بيسبورت كمان
النيمد. عرفت ازاي انه بيسبورت النيمد؟ انك بتكتب كلمه، بتكتب ايه؟ كلمه. سي مثلا الكلمه دي هكتبها سيسكو على سبيل المثال، هو الكلمه دي مقابل مثلا للبروسيس اي دي، هي دي مثلا الاوتونوماس سيستم نمبر؟ لا خالص. هنعرف دلوقتي الكلمه دي بتاعت ان شاء الله، تمام. والكلمه دي لوكالي سيجنيفيكانت، الكلمه دي ايه معنى كده ان البروسيس اي دي بقت لوكالي سيجنيفيكانت؟ لا، لازال البروسيس اي دي مست ان هي تماتش ما بين الطرفين. انتر، تمام. بعد كده هستخدم امر اسمه ادرس فاميلي. امر اسمه ايه يا شباب؟ ادرس فاميلي. وهتحدد بقى انت عايز تشتغل على ادرس فاميلي اي بي فيرجن 4 ولا اي بي فيرجن 6. ودي برده ميزه في النيمد مش موجوده في الكلاسيك. بمعنى في الكلاسيك اي اي جي ار بي، تمام، مثلا لما احنا اخذنا الاو اس بي اف في السي سي ان اي، لما اخذنا الاو اس بي اف واخذنا الريب، كان في اوامر ريليتد بالراوتنج فيرجن 4 وكان في اوامر ثانيه خالص ريليتد بمين؟ بالراوتنج فيرجن 6. نفس الفكره بالظبط في الكلاسيك اي اي جي ار بي، اوامر ريليتد بالراوتنج بتاع فيرجن 4 واوامر ثانيه خالص ريليتد بمين؟ بالراوتنج بتاع فيرجن 6. من الاخر بقول له اي بي فيرجن 6 راوتر اي اي جي ار بي، وتكتب البروسيس اي دي او الاوتونوماس سيستم نمبر. فاللي اقصده انك لازم تكون حافظ الاوامر دي والاوامر دي. لكن لما عملوا النيمد اي اي جي ار بي قال لك لا لا لا، انا مش هخليك تضطر ان انت تحفظ اوامر دي واوامر دي، احنا هنحط الاثنين تحت نفس البروسيس، هنحط الاثنين تحت نفس ايه؟ البروسيس. وبالتالي هو نفس الامر عملوا بس جواه اكستنشن لاي بي فيرجن 6. يبقى انت مش مضطر ان انت تحفظ اوامر ريليتد بفيرجن 4 واوامر جديده خالص بفيرجن 6، كلهم تحت نفس البروسيس. او للدقه مش تحت البروسيس، بنسميها انستنس نيم للدقه. وضحت كده؟ انا في حالتي عايزه اشتغل ايه؟ اي بي فيرجن 4. لو استخدمت الهيلب قال لي طب بقول لك ايه، هنشتغل يونيكاست ولا لا؟ لو انت ما كتبتش يونيكاست اصلا هو ده الديفولت. ايه يونيكاست ده بقى؟ مش احنا اتفقنا ان في عندي يونيكاست راوتنج وفي مالتي كاست راوتنج؟ احنا حتى هذه اللحظه وايام الان ايه بندرس ايه؟ يونيكاست راوتنج. لكن في بروتوكولات ثانيه خالص هناخدها باذن الله دي بتاعت المالتي كاست راوتنج، تمام. فهنا يا اما تقول لي يونيكاست يا اما ما تكتبهاش، هو الديفولت اصلا يونيكاست. وبعد كده محتاج كمان ان انت تحدد رقم الاوتونوماس سيستم نمبر، ده بقى اللي ماست ماتش ما بين الطرفين. ماست ماتش ايه يا شباب؟ ما بين الطرفين، تمام. الاوبشن كبير قوي صح؟ هكتب ده كله حتى لو هاخده كوبي وبيست، كبير قوي. عشان كده عملوا لي ماكرو بسيط جدا اسمه اي اس. فاللي اقصده ان انت يا اما تكتبها اوتونوماس سيستم يا اما تكتبها الاختصار بتاعها اي اس، وكده كده في الشو راننج هتترجم لاوتونوماس سيستم الكبيره دي، تمام. لو جيت استخدم الهيلب، هو للاسف بقى في الهيلب مش هيجيبها، فانت تكون حافظ بقيه الامر، تمام. نجرب ده الاول وبعد كده اوريكم ايه الماكرو بتاعها. هنا بقى هتكتب لي ايه؟ رقم الاوتونوماس سيستم نمبر، ده اللي ماست ان هو يماتش، ده اللي ماست ان هو يا شباب يماتش. بصوا كده كتاكيد ان الاختصار بتاعي برده شغال تمام، هقول له اي اس 1 انتر، قبل الامر اهو عادي من غير اي مشاكل. بس لو قلت لك تاني لو هتستخدم الاختصار مش هينفع تستخدم الهيلبورو، تمام. دخلني تحت سب كونفيجريشن مود، اول مره نشوفه مع بعض. كونفيج داش ادرس فاميلي، كونفيج داش ايه يا شباب؟ ادرس فاميلي، تمام. هنا بقى انت عايز تعمل ايه؟ الاولاني كده عن طريق الامر ده في الاول كده بنشغل امر نتورك، ونفس الفكره بالظبط. امر نتورك مش بيذاع شبكه، امر نتورك بيعمل ايه؟ بيدور على الماتش انترفيس، تمام. تعالوا نجربه الاول. اللي الوايلد كارد كده انا شغاله كلاسلس، تمام. ونشغله على مين كمان؟ تمام. قبل ما نروح بقى نعمل الكونفيجريشن على ار 2، تعالوا نبص بصه سريعه بس هنا كده. مثلا المتريك لو حبيت ان انت تعدل فيه، النيبر لو حبيت ان انت تبيلد نيبر ريليشن شيب ستاتيك يعني، تمام. عندي اوبشن محترم قوي اسمه شوت داون. ايه شوت داون ده؟ لو انت مش انترستد دلوقتي في الاي او جي ار بي، بدل ما تدلته وتيجي بعد كده تعمل الكونفيجريشن تاني، انت كده ممكن تعمل ديسيبل للبروسيس، شوت داون للبروسيس. الكونفيجريشن لازالت موجوده، بس وقت ما تحتاجها جاست ان انت هتنزل تحت الادرس فاميلي وتقول له نو شوت داون. لو حبيت ان انت تعدل التايمرز، تمام. ميزه المده في حاجه كمان، ايه هي؟ انا عايز اعمل اوثنتيكيشن، عايز اغير الهيلو انترفال، عايز اغير الهولد تايم، عايز اظبط السامري ادرس، ما تنزليش تحت الانترفيس، مش هيتك افكت، ما تنزلش اصلا تحت الانترفيس. امال ايه؟ وانت في المود اللي انت فيه كده هتقول له ادرس فاميلي انترفيس. سي مثلا انا عايز اطبق الكلام ده على الانترفيس اللي هو فاست 0 على 0. لو استخدمت الهيلب
انت عايز تعمل ايه؟ اطبق اوثنتيكيشن، اغير الباندويث بيرسنت. الباندويث بيرسنت بتاعي اللي كنا قلنا 50% اساسا منه للكنترول بلين لما عدلناها، كان الامر بتاعي اي بي باندويث بيرسنت اي اي جي ار بي، برضو الاي اي جي ار بي في الاخر يعني لازم تكون حافظ الامر. انما هنا نزلت تحت الانترفيس وشوف انت عايز ايه بقى، بي اف دي باي دايركشن فورورد ديتكشن، غيرت الهيلو او عايز تغير الهيلو انترفال، الهولد تايم، عايز تحوله لباسيف انترفيس، عايز تعمل شوت داون للبروسيس على الانترفيس ده، عايز تعدل او عايز تعمل كونفيجريشن يعني للسامري ادرس، عايز تعمل ديسيبل للسبيت رايزون. يبقى جمع لي كله تحت ايه؟ امر واحد. اسهل ولا لا؟ صح. طيب بص كده اكزت، احنا قلنا ايه؟ ادرس فاميلي انترفيس وحددت الانترفيس. افرض بقى دلوقتي ان عندك كونفيجريشن انت عايز تطبقها على مستوى كل الانترفيسز في خطه واحده، يبقى تقول له ادرس فاميلي انترفيس ديفولت. تمام. لو جيت استخدم الهيل مش دي نفس الاوبشنز؟ صح. افرض ان انا عايزه احول كل الانترفيسز لباسيف، يبقى هاجي هنا اقول له ايه؟ فين 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 ايه باسيف انترفيس، يبقى انا كده حولتهم كلهم لباسيف انترفيس. وبعد كده بايدك بقى تقول له ادرس فاميلي تحت الانترفيس اللي هو زي مثلا فاست 0 على 0، تقول له نو باسيف انترفيس، ونفس الكلام الادرس فاميلي اللي بعديه اللي هو في حالتي لوب باك واحد، وبرده اقول له نو باسيف انترفيس. بالذمه جمع لي الليله كلها تحت بروسيس واحده وبقت اسهل في الكونفيجريشن ولا لا؟ تمام. تو فيريفاي بقى، لو قلت له شو راننج السيشن بتاع الاي اي جي ار بي، ادي الكونفيجريشن بتاعتي اهي، طبعا هو زودها شويه عشان حوار الباسيف انترفيس اللي انا حطيته. تمام. هو ده صح، ادرس فاميلي فيرجن 4 حط لي لوحده ايه؟ اتفقنا ان ده ديفولت، انا ما كتبتهاش، هي اتحطت لوحدها هاني ولا ركز. تمام. اوتونوماس سيستم، مش انا كنت استخدمت الماكرو بتاعها او الابريفيشن بتاعها، اترجمت هنا لايه؟ اوتونوماس سيستم. يبقى هي دي الكونفيجريشن بتاعتي. وضحت؟ هنتايه بس كده بسرعه، في عندي هنا حاجه اسمها توبولوجي بيز. ايه التوبولوجي بيز ده بقى؟ ده نوع من انواع الترافيك انجينيرنج. احنا قلنا ترافيك انجينيرنج قبل كده معناه ان انا بعدل بالظبط، بتعدل في اختيار الراوتر. الترافيك انجينيرنج ممكن يتعامل بحرفنه اعلى بكتير جدا، ان انت مثلا تعمل كتشبيه توبولوجي بيز كانه راوتنج تيبل كده مخصص للفويس، وراوتنج تيبل مخصص للفيديو، وراوتنج تيبل مخصص مش عارفه لمين. تمام. يبقى عندك اكتر من راوتنج تيبل. طب بقيه الترافيك اللي انت مش حددت له حاجه معينه هيبقى على الديفولت توبولوجي بيز، يبقى بقيه الترافيك اللي انت مش حددته هيتحط هنا تحت التوبولوجي بيز الرئيسي. تمام. كاوفر فيو بسيط. تمام. تعالوا نعمل الكونفيجريشن على ار 2. قبل ما اعمل الكونفيجريشن على ار 2 نتفق مع بعض على حاجه بقى، ان الكلاسيك اي اي جي ار بي والنيمد اي اي جي ار بي الاثنين كومباتبل مع بعض. يعني انا لو شغلته هنا نيمد وشغلته هنا كلاسيك، الاثنين كومباتبل مع بعض. للدقه النيمد اي اي جي ار بي هيرول باك كانه شغال كلاسيك عشان يقدر يستوعب الكلاسيك، عشان يقدر يستوعب ايه؟ فلو انت عندك تو راوترز، واحد شغال كلاسيك واحد شغال نيمد، هيشتغلوا مع بعض، بس في الباك جراوند ايه اللي حصل؟ النيمد شغل نفسه كانه شغال كلاسيك، وبالتالي هيشغل المعادله القديمه، وبالتالي هيشغل ايه؟ المعادله القديمه. تمام. طيب انا مش هشغله دلوقتي كلاسيك، لان الكلاسيك طبعا اخذ مننا اكتر من حقه، يعني او مش اكتر من حقه يعني ظبطناه كويس. تعالوا نقوم برده ايه؟ نيمد. فهاجي دلوقتي على ار 2، نبدا الكونفيجريشن فروم سكراتش كده كمراجعه. هقول له هنا راوتر اي او جي ار بي. تمام. الكلمه الانستنس نيم دي قيمه لوكالي سيجنيفيكانت، فمش شرط ان انا اكتبها سيسكو. تمام. وبعد كده احدد الادرس فاميلي بتاعي، انا هشتغل فيرجن 4، محتاجه ان انا احدد نفس الاوتونوماس سيستم نمبر اللي هو 1. وبعد كده اقول له نتورك، واحدد النتورك بتاعتي نتورك. خلصت كده كونفيجريشن. هنتايه كده بسرعه، افرض دلوقتي ان انا اساسا على ار 2 انا كنت شغلته كلاسيك، وبعد كده اساسا الراوتر ده شغال اساسا اي او اس فيرجن 15 فيما اعلى. تمام. وانا كنت شغلته كلاسيك وقررت ان انا عايزه اعمل له كونفيجريشن ان يشتغل بطريقه النيمد، اهد كل اللي انا عملته واشغله تاني بطريقه النيمد؟ لا،
امال تسيبه كلاسيك زي ما هو، بس في امر واحد بس هتنزل تحت البروسيس تمام وتكتبه. ايه هو الامر ده؟ انا هقول لكم السنتاكس بتاع الامر بس مش اكتر، لانه مش سبورتد على الاي او اس ده. هو اقول لكم تعالوا نسحب راوتر موديل احدث كده عشان اشغله لكم عليه، بس اوريكم السنتاكس يعني. ستارت، مشكله بس الامر اللي انا عايزه اوريه لكم مش شغال معايا على الراوتر بتاعي، لانه سبورت الابتداء من اي او اس 15.4، وانا الاي او اس اللي انا شغال عليه 15.3 تمام. هوريكم بس كده على السريع الامر. طبعا الاي او يو راوتر ده اساسا شغال 15.5، فهتلاقي الامر بتاعه سبورت عليه. شو كده رانينج، سوري شو اسفه، فيرجن تمام. انا شغاله هنا ايه 15.5، عشان كده قلت لكم الامر سبورتد عليه. لو انت شغال دلوقتي كلاسيك، هو الكلاسيك ازاي؟ راوتر اي او جي ار بي 1 على سبيل المثال، وكملت الكونفيجريشن وكل حاجه، جاست ان انت ساعتها هتقول له اي او جي ار بي ابجريد للسي ال اي، وتكتب له اسم البروسيس، وتكتب له ايه اسم البروسيس. ار يو شور؟ يس. بس كده يبقى انت لو كنت شغال، طبعا هنا مش هيشتغل معايا لان طبعا لا حاطه اي بيات ولا اي حاجه خالص يعني تمام. فلو انت كنت شغال كلاسيك وقررت ان انت اساسا تعمل ابجريد ان انت تشتغل نيت، مش شرط ان انت تهد كل حاجه وتبداها فروم سكراتش، ممكن تعمل ابجريد للسي ال او. وضحت كده؟ نهد ده بقى، احنا مش عايزين ده، انا كنت بوريكم الامر بس. بس زي ما قلت لكم الامر مش صب، احنا قفلنا قلت لكم تاني الامر مش سبورتد معايا فين؟ في الاي او اس اللي هو 15.3. واضحه؟ انا كده خلصت كونفيجريشن. تعالوا نفيريفاي بقى نيو ادجسنسي. اول تيبل عندي شو اي بي اي اي جي ار بي نيبرز، فرق حاجه ولا الهوا؟ هو هو نسخه تبقى الاصل تمام. تاني تيبل شو اي بي راوت، فرق حاجة؟ ها؟ زي الفل تمام؟ تالت تيبل التوبولوجي شو اي بي اي اي جي ار بي توبولوجي، نركز بقى هنا عشان ده اللي فيه اختلاف. ازاي اعرف اساسا ان انا شغالة نيمد ولا كلاسيك؟ تمام؟ احنا اتفقنا ان الاي اس بتاعي شغال على الاثنين، تمام؟ اعرف ازاي ان انا عملت رول باك على النيمد ولا الكلاسيك؟ بصوا كده هنا مش باين حاجة ان انا عايز اوصل لشبكة مين؟ الاثنينات تمام؟ هو الرقم ده ثانية واحدة، هو الرقم ده مش هو نفسه اللي اتحط هنا، اخدتوا بالكم؟ ركزوا في الحتة دي. الرقم اللي موجود عندي هنا ما بين قوسين، المفترض ان اللي احنا اخدناه قبل كده في الكلاسيك اي او جي ار بي ده كان بيبقى اسمه ايه؟ فيزابل ديستانس. كان اسمه ايه يا شباب؟ فيزابل ديستانس، وده كان اسمه ادفرتايز ديستانس تمام. الرقم ده مش هو اللي اتعمل له انستيشن في الراوتينج تيبل، رغم ان احنا كنا متعودين ان هو اللي بيتعمل له انستيشن في الراوتينج تيبل. بس لو ركزتوا كده في عندي برضو هنا بيقول لي، لو انا عايز اركز بقى على شبكه الاثنينات اللي اوفر 32 تمام، هيجيب لي معلومات ازيد. الرقم ده الفيزابل ديستانس، وقال لي فوق هنا فين 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 ان الريب فاكتور از كذا. مش الرقم ده هو اللي اتعمل له انستيشن في الراوتينج تيبل صح؟ ايه اللي حصل؟ هنتايه بس قبل ما اقول ايه اللي حصل، واخدين بالكم ان التوتال ديلي بيتحسب ازاي؟ بالبيكو سيجرز. ما احنا اتفقنا ان دلوقتي اساسا الباندويث زي ما هو في المعادله الجديده بيتحسب بالكيلو بيت عادي، لكن بالنسبه للديلي بيتحسب بالبيكو سيجرز. عايز افهم بقى دلوقتي قيمه المترك ليه هنا اتغيرت؟ المفترض ان المترك او الفاليو بتاعتي اللي انا بضرب فيها اساسا الفاكتور بتاعي اللي انا بضرب فيه قيمته كبرت بقى كام؟ 65536. كون ان انا اضرب رقم كبير ضخم في بالمنظر ده في القيمه اساسا بتاعه اللي هي التوتال ديلي والباندوس والكلام ده كله، يبقى ده معناه ان قيمه المترك بتاعتي هتطلع كبيره. واساسا احنا متعودين ان قيم المترك بتاعه الاي او جي ار بي بتبقى ضخمه. كنت الاول بضربها ب 256، انا دلوقتي بقيت بضربها في رقم اكبر، يعني من الاخر قيمه المترك دلوقتي بقت ضخمه قوي. واحنا قايلين قبل كده ان في ليميتيشن في المترك بالنسبه للاو اس بي اف وبالنسبه للاي او جي ار بي، حد فاكر من كام؟ هو نفس الكلام 4 مليار وشويه، اللي هو 2 اس 32 سواء في الاو اس بي اف او الكلاسيك اي او جي ار بي. تاني اقصى مترك في الريب 15، اقصى مترك
في الاو اس بي اف وفي الاي جي ار بي 2 اس 32 اللي هو 4 مليار وشويه، اللي هو كام يا شباب؟ 4 مليار شويه، 4 مليار وشويه، تمام. فالمفترض ان انا لو ضربت في الفاكتور الضخم قوي ده قمت المتريك ممكن تتعدى بقى ال 4 مليار، يبقى ممكن يكون طريق سليم وكل حاجه، لكن مش هيتعمل له انستيشن في الراوتنج تيبل عشان قمت المتريك بتاعته كبيره. فقال لك لازم نفكر بطريقه ثانيه، فعملوا قيمه اسمها ريب فاكتور. قيمه اسمها ايه يا شباب؟ ريب فاكتور. الريب فاكتور ده بقى القيمه بتاعتها 128 باي ديفولت. فاللي بيحصل ان هو بياخد الرقم ده كده، بالمناسبه في التوبولوجي تيبل بتاع النيمد اقصى قيمه تتحط جواه 2 اس 64 مش 32. في التوبولوجي تيبل اقصى قيمه تتحط كام؟ 2 اس 64، لكن لازال في الراوتنج تيبل اقصى قيمه 2 اس 32. فقال لك خلاص احنا هناخد القيمه اللي موجوده عندي في التوبولوجي تيبل نقسمها على 128 اللي هي قيمه الريب فاكتور. تعالوا نجرب كده، لو جينا كده نفتح الكالكوليتر واخدنا الرقم اللي قدامي ده، سوري كبير، على 128. مش هو ده فعلا القيمه اللي ظهرت عندي هنا جنب الريب اللي هي اتعمل لها انستليشن جوه الراوتنج تيبل؟ صح. يبقى تاني اللي حصل دلوقتي، تعرف ازاي ان انت شغال طبعا نيمد ولا لا؟ اول حاجه من شو اي بي اي جي ار بي توبولوجي وتركز على الشبكه اللي انت عايز توصل لها، هتلاقي اولا ان الديلي بكام؟ بالبيكو سكند، بلس ان انت هتلاقي اساسا قيمه المتريك اللي معمول لها انستليشن في الراوتنج تيبل مختلفه. ليه؟ اقصى متريك يتحط عندي في التوبولوجي تيبل قيمته 2 اس 64، فالرقم ضخم. الراوتنج تيبل المفترض ان هو مش هيستحمله، لان اقصى قيمه تتحط في الراوتنج تيبل 2 اس 32. فقال لك خلاص احنا هنقسم الرقم ده على ريب فاكتور، قيمه الريب فاكتور باي ديفولت بكام؟ 128، والنتيجه النهائيه هي اللي تعمل لها انستليشن عندي جوه الراوتنج تيبل، تمام. ينفع ان انت تغير دلوقتي الريب فاكتور؟ ازاي؟ ندخل جوه الادرس فاميلي. بصوا بقى، الاول انا بحب ان انا اقول له ايه سيكشن الاي اي جي ار بي، بدل ما اقعد اكتب الامر الطويل قوي ده بروح واخد كوبي بقى من ده كله على بعضه. يبقى انا دخلت جوه وخلاص، تمام. لو قلت له هنا متريك، تمام، ريب سكيل، احنا اتفقنا ان هو باي ديفولت 128. لو حبيت ان انت تغيره، بالمناسبه لو حبيت ان انت تغير كمان الويت فاليوز، الويت فاليوز اللي هو المقصود بيها الكي فاليوز، المقصود بيها ايه يا شباب؟ الكي فاليوز. هقول له هنا ويت، تمام. احنا اتفقنا ان اول قيمه بحطها تايب اوف سيرفيس، دي اللي هي ريليتد بالكواليتي اوف سيرفيس، هحطها بزيرو. حط لي بقى قيم الكي، ادي واحد، انا مش عادلهم، انا بس بفرقهم في كام كي فاليو عندي المره دي. الثانيه كي 3، كي 4، كي 5، ها في عندي ايه؟ 6 كي المره دي. ولو جيت حتى عملت كابتشر اصلا بالواير شارك دلوقتي فعلا هلاقيهم 6 قيم للكي. قلنا كي 6 دي لسه مش مستخدمه، وعشان كده حتى لما عملنا كابتشر بالواير شارك على فكره حتى في الكلاسيك كانت ظهرت على فكره، في الكونفيجريشن بتاعت الكلاسيك مش موجوده، لكن في الواير شارك عملنا لها كابتشر وكنا لقيناها فعلا باي ديفولت بكام؟ بزيرو. لقيناها باي ديفولت بايه يا شباب؟ بزيرو. وضحت كده لغايه دلوقتي؟ تمام. سي دلوقتي كمان ان انا عايزه اقوم اوثنتيكيشن. بالنسبه للاوثنتيكيشن بتاع النيمد اي او جي ار بي بيسبورت اي او جي ار بي اوثنتيكيشن بيسبورت الام جي 5 وبيسبورت الاس اتش اي. بيسبورت كمان مين يا شباب؟ الاس اتش اي. مين اقوى؟ الاس اتش اي. لو هتشتغل بالام جي 5 يبقى هيعتمد على الكي روتيشن بقى وسلسله المفاتيح والحوارات دي. لو هتشتغل بالاس اتش اي لا، بتحط الكيزه نفسه جنب الفاليو، تمام. وكده كده الكونفيجريشن مش بتتم خلاص تحت الانترفيس زي ما اتفقنا، خلاص كده ما بقتش ايه تحت الانترفيس. اصلا لو انت اشتغلت نيمد ونزلت تحت الانترفيس طبقت وات ايفر بقى سامري ادرس، طبقت لي اوثنتيكيشن، طبقت لي وات ايفر، مش هيتك افكت ولا كانك عملت حاجه، لان زي ما اتفقنا شغلي كله هيبقى من تحت الادرس فاميلي. شغلي كله هيبقى من تحت مين؟ الادرس فاميلي، تمام كده. تعالوا نجرب، هاجي هنا اقول له ايه ادرس
دلوقتي ادرس فاميلي اي بي فيرجن 4 اوتونومس سيستم 1 تمام، ادرس فاميلي انترفيس سي ان انا عايزه اطبق اوثنتيكيشن على مستوى فاست 0 على 0. الام دي 5 هوريه لكم بس لان احنا خلاص اعتقد ان هو ايه بالنسبه لنا حته الكيتشن والحوارات دي اخذت يعني حقها تمام. لو استخدمت الهلب بصوا ببساطه اي امر هتنساه ادي الهلب وادي شويه الاوبشنز اللي قدامك والنبي حاجه محترمه جدا ولا لا تمام. فهاجي هنا اقول له اوثنتيكيشن، لو انا دلوقتي عايزه اشتغل بالام دي 5 يبقى احدد مين كيتشن تمام، والكيتشن بتاعتي زي مثلا هسميها سيسكو تمام، ادي الكيتشن. وبعد كده هقول له المود اللي انا هشتغل بيه هو الام دي 5، الام دي ايه 5 ده لو انا هشتغل بالام دي 5. لكن لو انا عايز اشتغل بالاس اتش اي هقول له اتش ماك اس اتش اي بسبورت اللي هو 256 بت تمام. الباسورد بتاعتك لو كتبت 0 هكتب الباسورد كلير تكست، لو كتبت 7 يبقى اخد القيمه بتاعتها متشفره بال7. وعلمتكم قبل كده ازاي تشفر وازاي تفك التشفير من الكرسر ذات نفسه، انا في حالتي هكتب له ايه زي مثلا الباسورد نفسها وانتر بس كده. اخدتوا بالكم من غلطه كبيره جدا انا عملتها دلوقتي بالظبط، وانا بكتب بسرعه كده قمت واخده مسافه واستخدمت الهيل عشان اتاكد هيطلب مني اوبشن تاني ولا لا. احنا اتفقنا ان انا كده لبست في الحيطه لان المسافه بعد الباسورد اتحسبت كاركتر، اتحسبت ايه كاركتر. هنا انتر ماشي اوكي امر لله. قال يعني بقى السكيورتي عاليه قوي فبيقول لي ما ينفعش ان هي تبدا بانتجر لازم تبدا بكاركتر زي الفل كده. طبعا قال لي ايه الاثنتيكيشن داون تمام. لو جيت عملت هنا ديباج بسرعه كده على السريع ديباج، وخدوا بالكم بالمناسبه الاس اتش اي والام دي 5 زي ما اتفقنا قبل كده مش كومباتبل مع بعض، الاثنين يشتغلوا اس اتش اي او الاثنين يشتغلوا ام دي 5. تعالوا نعمل كده ديباج للاي اي جي ار بي باكيت قال لي هنا ايه اوثنتيكيشن اوف اور كيتشن ميسنج تمام. يبقى انا حل المشكله دي ازاي؟ هدرس هنزل تحت الادرس فاميلي تمام، وانزل تحت الادرس انترفيس ادرس فاميلي انترفيس فاست 0 اوفر 0 واخد الامر كوبي وبست وخلاص اوثنتيكيشن مود عشان بس اتاكد ان انا كاتبه منوفيه صح عشان لازم المنافي يكتبوا صح. شوف لازم المنافي ما يبقوش سالكين. الادرس فاميلي احنا رابطينه هنا بمين؟ فاست 1 اوفر 0 كنا طبقناه تحت الانترفيس بالغلط. المفترض دلوقتي يطلع لي سيسلوج ايه؟ يقول لي ان النيبر رجعوا تاني قاموا ونيو ادجستنسي والدنيا تمام زي الفل. حد وقع مني كده في حاجه في الجزء ده؟ كده الاوثنتيكيشن تمام؟ طيب بصوا كده انا هدلل بقى الاوثنتيكيشن هنا وهنا عشان نعمل بس حاجه كده ايه؟ بسيطه. انا كنت قلت لكم من شويه ان الكلاسيك اي اي جي ار بي والنيد اي اي جي ار بي الاثنين اصلا كومباتبل مع بعض، عايزين نتاكد من المعلومه دي فعلا ولا لا. فهاجي بس هنا على الراوتر ده كده ونلغي كل اللي احنا عملناه. بالمناسبه صحيح الادرس فاميلي الانستنس الواحده ما ينفعش تشيل جواها في قلبها الا بروسيس نمبر واحده بس. انا هنا مكريته بروسيس اسمها ايه او انستنس اسمها ايه مالك تمام، فمش هينفع تشيل في قلبها الا ايه بروسيس واحده بس تمام. وعشان كده انا هضطر دلوقتي ان انا ادلت الكونفيجريشن بتاعت النيم عشان اقدر ان انا اكريت اساسا كلاسيك بنفس الرقم. لو حاولت ان انا دلوقتي اكريت كلاسيك بنفس الرقم هيقول لي لا انت عندك نيم ده اصلا بنفس الرقم تمام. فتعالوا ندلت اساسا البروسيس دي نو راوتر اي اي جي ار بي البروسيس اللي كان اسمها مالك تمام. تو فيريفاي شو رانينج السكشن بتاع الاي اي جي ار بي
كده خلاص المفترض يطلع لي سيس لوج على ار1 ان النيبر ريليشن شيب وقعت بير ترمينيشن. تمام. نيجي بقى هنا دلوقتي على ار2 راوتر اي او جي ار بي، لازم نستخدم نفس رقم الاوتونوماس سيستم. تمام. نتورك الافضل طبعا نشتغل مور سبيسيفيك وايلد كورد. تمام. طلع لي سيس لوج والدنيا اشتغلت تمام زي الفل. تعالوا كده ندور لو في لو حسينا باي اختلافات. شو اي بي راوت، اخدتوا بالكم ان الرقم ده اتغير؟ ده تاكيد اهو للكلام اللي انا قلته انه بيرول بات على مين؟ الكلاسيك. تمام. شو اي بي اي اي جي ار بي توبولوجي، ده زي ما هو الارقام دي زي ما هو صح. شو اي بي ار بي اي جي ار بي توبولوجي، ولو ركزت على الاثنينات تمام زي ما هي وبالبيكو سكندز وزي ما هي تمام، هيفرق بس في ايه؟ زي ما اتفقنا كل اللي فيها ان هو يشتغل على معادلات مين؟ القديم، الفاكتور القديم اللي هو 256، والمعادله الثانيه هترجع تتحسب بالمايكرو سكندز بالايه؟ بالمايكرو سكندز. لكن لو رحت دلوقتي على ار2 هلاقي لي اصلا في الشو اي بي اي جي ار بي توبولوجي على التايمرز وعلى اسف على القيم اللي احنا متعودين عليها اللي هي بتاعت الكلاسيك. حد وقع مني كده في اي حاجه؟ تمام. قبل ما نوقف الفيديو دينا دلوقتي بتسال اساسا طب ما هو كده الارقام انا كده ما عملتش فيها حاجه، هو مش هيمرر في التوبولوجي تيبل، هو هيمرر فين؟ هيظهر الفرق فين؟ في الراوتنج تيبل. وعشان كده انا اتعمدت ان انا اعمل اللاب ده عشان اوريك ان الارقام اختلفت فين؟ في الراوتنج بس، لكن التوبولوجي يعتبر كانه لسه شغال على مين؟ على النت. تمام؟ مجهز نفسه عشان لو الطرف الثاني اتعمل له ابجريد للسي ال اي يبقى خلاص هيشتغل على النت. واضحه؟